بصدفان أصدقائي المستمعين منتابع ما تبقى من برنامجنا وقف موقف عبر صدفان، وطبعا رح نحكي عن نشاط ومؤتمر مسارات دينية مشتركة بمناسبة عيد البشارة، والتفاصيل باتصال مع الدكتور لور أبي خليل منسقة مشروع إعادة تأهيل التمويل الاجتماعي بمجلس الكنائس الشرق الأوسط. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيكم. شكرا لك. فيك تحطينا شوي بالأجواء المؤتمر؟ نعم، هو دولة مستديرة نشأت الفكرة حول كيفية توفير مساحة للتعبير الجماعي عن وحدة المجتمع والاشتراك بحياة مشتركة لمنطقة الشرق الأوسط. كيف نحن ممكن نخلق أماكن فيها بتم الحوار بين المسيحيين والمسلمين لترسيخ مفهوم الوحدة المجتمعية. طبعا هو عيد البشارة هو نموذجا للدولة اللبنانية، مثل ما أنت بتعرفي كرسيته كنهار وطني يحتفلوا فيه الطائفتين، وهو بيكون نهار عطلي بتم الصلاة بالمساجد وبالكنائس حول مفهوم البشارة، عيد البشارة. فهو الأمين العام تبع مجلس الكنائس لقي أنه من الضرورة عيد التجربة أنه ننقلها على البلدين، كافة البلدين اللي المجلس هو أحد أعضائها، ومنها لبنان، يعني غير لبنان سوريا والأردن وفلسطين والعراق ومصر. فصار في دعوة لهيدي الطاولة المستديرة يلي بتبلش بكرة الساعة 9:30 طبعا بكلمة لغبطة البطريرك يوحنا العاشر لازي، بما أنه هو رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الأرثوذكسية. وبعدين في عنا كلمة لسماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، وفي عنا كلمة كمان لغبطة البطريرك الراعي، وعنا كلمة لسماحة شيخ العقل دكتور سامي أبي المنى، وكلمة للمتران بولس عبد الساتر، وكلمة لغبطة البطريرك الكاردينال لويس روفايل ساكو اللي هو بطريرك الكلدان بالعراق والعالم. طبعا هيدي الافتتاحية أو هيدي المحور الأول من الجلسة. الجلسة الثانية هي عنوانها تحت النموذج الشرق أوسطي في الحياة المشتركة، منبلش مع سيدة المتران عطلة حنا من القدس، ومننتقل من بعدها على مصر على بيت العائلة مع الدكتور محمد أبو زيد الأمير ومع نيافة الأنبا إرميا. من بعدها بنرجع على فلسطين مع دكتور عبد الكريم نجم اللي هو رئيس المجلس الصوفي الأعلى، وعندنا حضوري حيجي من العراق دكتور عبد الحسين شعبان، وعندنا دكتور وليد الشوملي اللي هو مدير المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات. من بعدها كمان من سوريا رح يجي دكتور محمد الحوراني اللي هو رئيس اتحاد الكتاب العرب، ودكتور نظام عصاف اللي هو مدير مركز عمان لدراسة حقوق الإنسان، ودكتورة مها زحلوق اللي هي عميدة كلية التربية بجامعة دمشق. الجلسة الأخيرة اللي عنوانها من التعايش إلى الوحدة في الحياة، هذه الجلسة نبدأ مع دكتور محمد السميك اللي هو أمين عام اللجنة الوطنية الإسلامية والمسيحية للحوار. ننتقل بعدها للأستاذ مروان أبو فاضل اللي هو رئيس التجمع الأرثوذكسي، وبعدين عنا من مصر معالي الوزير دكتور سمير برقوس، ونرجع على لبنان مع دكتور حسين رحال اللي هو باحث تعليم الاجتماع السياسي بالجامعة اللبنانية. ننتقل بعدها لمجلس الشيوخ بمصر مع دكتورة سما سليمان اللي هي وكيلة لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، وبعدين على الأردن مع دكتور طارق الخوري، ومننهي مع دكتورة رواء قاشا اللي هي مديرة قسم البعثات والعلاقات الثقافية بجامعة الموصل. طبعا أمين عام مجلس الكنائس دكتور عبس بينهي بالتوصيات. نعم. وهذا هو برنامج نهارنا. يعني من عبكرة العشية رح يكون. نعم. في جلسة. نعم. طيب. نعم. دكتور أبي خليل، سؤال بديهي، نحن نعرف أنه فكرة ولدت في لبنان كيوم عيد البشارة يوم وطني من حلم، وبعدين التلاقي، بعدين النموذج الموجود في الكتاب المقدس وفي القرآن الكريم حول موضوع البشارة.
كيف ممكن هذا الموضوع يتعمم في العالم العربي ويكون 25 أذار هو كمان يوم عربي مش يوم وطني لبناني؟ وإذا أخذنا بالاعتبار حتى بعض الكنائس المشرقية اليوم عندها مش كلها 25 الشهر هي 25 أذار هو يوم البشارة. لا هي الفكرة، هي الفكرة بدنا ننقل الفكرة، نحن مش العيد، مش عيد البشارة، هو الفكرة اللي نحن بدنا نطرح من خلالها حوار لنبني على أساسه مساحات للتقارب بين المجموعات المتنوعة. يمكن نختار نهار تاني بناء لأنت مثل ما شفت بالبرنامج، يعني هو شراكة بين الباحثين وبين الرجال الدين. يعني فشو ممكن تكون الآلية اللي ممكن نختارها وتكون مشتركة بين المنطقة؟ ما ضروري أبدا عيد البشارة، بس احنا أخذنا نموذج لأنه نجح بلبنان وصار عيد وطني، فبدنا نفتش على شيء ممكن يساهم بتخطي الاختلافات التجذئية لحتى نقدر نوصل لقيم مشتركة لبناء الإنسان مشابه لعيد البشارة. حضرتك دكتورة عم تقول لي لازم نتخطى الاختلافات لنلاقي المشتركات. للأسف منشوف كل يوم في مين عم يشتغل من الخارج ومن الداخل لإزكاء الاختلافات ووصولا إلى خلافات. كيف فينا عبر هذا المؤتمر أو نموذج من هذا المؤتمر نكون عم نلاقي دور للمشتركات أكثر من الاختلافات؟ طبعا أنه هذا المؤتمر هو مساحة للتعبير الجماعي، عم بضم مجموعات مختلفة من يعني من باحثين ومن رجال دين. هي الفكرة أنه نحن كيف بدنا نقدر نخلق common point، يعني قواسم مشتركة من خلالها نقدر نطرح أهداف بتساعد لتكوين نهار وطني متجانس وبتوافق عليه الجميع، وهذا شيء بيساعد ليكون في خطوة أولى لبناء حوار ثابت بالمرحلة القادمة. يعني هي انت مثل ما بتعرف انه مجلس الكنائس هو شغلته وحدويه، يعني توحيد المجتمع وتوحيد التعايش بقلب المجتمع. كيف اذا مجتمع هالقد في تناقضات وهالقد في مشاكل؟ ولكن انا برجع بقول لك انه نحن عبر التاريخ نحن خلقنا بهيدي الارض وانتمائنا لهيدي الارض وتعلقنا بالرغم من كل الصعاب اللي عم نعيشها والتعايش اللي عايشينه واحترامنا للاختلافات اللي نحن عايشينها بالرغم من الصعوبات هو نموذج يحتذى به بالدول الغربية. يعني بلد هالقد صغير اللي هو لبنان قدر جمع 17-18 طائفة مختلفة وقدر تخطى العوائق، فليش هيدي التجربة ما مننقلها للدول المجاورة وللدول الغربية حتى؟ طبعا طبعا، وخاصة ببعد الإنساني والاجتماعي والروحي نموذج. صحيح 100%. نعم. توصيات عادة التوصيات نحن ما هنحكي عنها لأنه هو المبادرة بده يحكي عنها الأمين العام، فضروري أنه من بعد ما حتى ما نروح أهمية الإيفنت يعني اليوم كتير سألت عن التوصيات وعن شو ممكن يكون أنه عناوين أساسية. لا بس أنه أنا هيدا بتحفز أني أحكيها لأنه بس لأنه هيدا هي هيدا هو البلاس لبكرة يعني تبعنا اللي بده يقدمه الأمين العام. نحن بنتمنى أنه السنة الجاي الله راد يكون في نموذج عيد البشارة في العالم العربي لأجل يكون في تقارب ومشتركات بين كل الأطياف المجتمعية وما نروح إلى مزيد من مثل ما بقولوا الصراعات والنزاعات يلي عم نشوفها. وإن شاء الله البشارة كمان يلي عيدها نهار التنين المقبل والأخوة المورنة نقلوها لـ3 نيسان بسبب بدء الأسبوع العظيم، بتمنى 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 هذه البشارة تحمل بشارة سارة والبشرة السارة إلى المسيحيين يلي هن عندهم نزاعات بين بعضهم. يعني قبل ما نحكي للآخرين عن البشارة نخبر حالنا البشارة. صحيح صحيح، لازم نوحد أصلا حتى المسارات تبعنا ويعني ونتخطى كل هالعوائق اللي هي منا عوائق، هي اختلافات صغيرة. طبعاً. يعني منبلش بفرق العيد الفصح وصولا إلى السياسة. بتحب تضيفي شيء دكتور لورا أبي خليل؟ بدي أقول إنه نحن بكرة للمستمعين عندك إذا بحبوا يحضرونا موجودين على صفحة الـMECC على الفيسبوك، بيقدروا يفوتوا ويطلعوا مباشرة بكل المؤتمر. نعم بكل النهار حنطلع مباشرة
على صفحة الام اي سي سي فيسبوك، بس يحطوا ام اي سي سي مجلس كنائس الشرق الاوسط على فيسبوك بيقدروا يفوتوا ويحضروا الايفنت كل النهار. يعني ما في شيء مخبى ابدا ابدا. شكرا لك واهلا وسهلا فيك وبالتوفيق. شكرا. بختام لقائنا بدي أنا كمان عيد كل الأصدقاء المستمعين يلي اسمهم آفو وبشارة وكل مشتقات هذا الاسم، وإن شاء الله ينعاد على الجميع بالخير والبركة، وأكيد يلي انتقلوا منذكرهم بصلاتنا ويكون الرحمة لروحهم ولنفسهم. وبدي كمان أقول شعنينة مباركة اليوم الجمعة، بكرة السبت وبعد بكرة الشعنينة، كمان ينعاد على الجميع الشعنينة ونضوي شموع الرحمة والسلام والمحبة ونحمل غصون الزيتون، وجايين على أسبوع عظيم. إن شاء الله يكون الأسبوع العظيم عظيم بالتأمل برجع بقول بالرحمة، كل شيء نحن بحاجة اليوم لقله هو الرحمة. شكرا نتالية، شكرا لضيوفي يلي أغنوا البرنامج اليوم، والشكر الأكبر للأصدقاء المستمعين يلي تابعونا، وإلى اللقاء.